القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الصحة والتعليم خلاف جديد بين الحكومة والنواب. والمالية الدين العام 4.3 تريليون جنيه. جون كاسن يشارك في تجهيز وجبات رمضان. ميلاد أبي رعد جوائز في بيروت إنجازات في القاهرة. وإليكم تفاصيل النشرة. الصحة والتعليم أزمة الموازنة في البرلمان، فقد اعترض عدد من أعضاء لجنتي التعليم والصحة على ما خصصته وزارة المالية للقطاعين بالموازنة الجديدة. وقال النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم إن الحكومة خصصت 80 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، وهو لا يساوي النسبة التي حددها الدستور، موضحا أن الغالبية العظمى من ميزانية التعليم مخصصة لصالح فوائد الدين والأجور. فيما قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة إن الحكومة خصصت 103 مليارات جنيه لقطاع الصحة، لكن في الواقع تم استقطاع جزء كبير من المبلغ لصالح فوائد الديون وبنوك أخرى ليست من صميم عمل الصحة. في سياق متصل، أعلن عمرو الجرح وزير المالية عن وصول الدين العام بالموازنة الجديدة إلى نحو 3.4 تريليون جنيه بنسبة تصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة إحداث التوازن من خلال رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات وخفض نسب عجز الدين للناتج المحلي، متوقعا حدوث زيادة في الحصيل الضريبية ناتجة عن تحسين الإدارة الضريبية وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. استعدادا لرمضان، شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات موسعة على منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة والحكومية للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، من بينها 76 منفذا في محافظتي القاهرة والجيزة و100 منفذ آخر على مستوى المحافظات المختلفة. وتعمل حملات على الكشف عن السلع الناقصة وصلاحية المواد الغذائية وأوزانها ومدى توافر اللحوم والدواجن المجمدة التي توفرها الدولة، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار خاصة السلع الأساسية ويميش رمضان. القبض على تكفير شديد الخطورة، فقد أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري عن ضبط تكفيري بعد توفر معلومات مؤكدة عن اعتزامه القيام بعملية إرهابية بإحدى مدن القناة، مشيرا إلى أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من القبض على فرد يستقل دراجة نارية أثناء محاولة الهرب من إحدى الكمائن وبحوزته مبالغ مالية مشتبه في توصيلها للعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى العثور على عربة دفع رباعي بداخلها كمية من الذخائر وعدد من أجهزة المراقبة التي تستخدمها العناصر التكفيرية. كاسن يبحث عن الأضواء، فقد شارك السفير البريطاني في مصر جون كاسن في حملة تطوعية مع شباب نادي ألفا ليو بالإسكندرية لتوفير من ما يقرب من 45,000 شنطة للمواد الغذائية والوجبات مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم. وقال السفير البريطاني إن بلاده على أتم الاستعداد لتوفير الدعم والخبرات لمصر، مشيرا إلى أن اللقاءات المستمرة بين المسؤولين في الجانبين لتحديد المجالات المطلوبة للتعاون. ميلاد أبي رعد وأمير الليل، فقد حصل المسلسل اللبناني أمير الليل على 6 جوائز في مهرجان ميوريكس دور الذي أقيم ببيروت، وهي جائزتان لرامي عياش كأفضل مطرب ممثل أفضل أغنية لبنانية، كما حصلت النجمة ميس حمدان على جائزة أفضل ممثلة ومناطاية على جائزة أفضل كاتبة، وحصد أسعد رشدان جائزة الأداء المتميز، بالإضافة لجائزة أفضل إنتاج لشركتي M&M التي يملكها المنتج والمخرج اللبناني ميلاد أبي رعد وشركة طايع إنتربرايز. من جانبه أكد ميلاد أبي رعد أن التكريم جاء تتويجا لل
المجهود الكبير الذي تمثل في تكامل عناصر العمل من دعم إنتاجي كامل وورق جيد وإخراج متميز وأداء رائع لأبطاله. هذا ولم يتمكن ميلاد أبي رعد من الحضور لتسلم جائزة العمل نظرا لانشغاله بتصوير موسم البرامج الرمضانية لفضائية القاهرة والناس. كان ميلاد قد انتهى منذ أسبوع من تصوير الموسم الثالث لبرنامج العباقرة الذي يقدم الروائي عصام يوسف، والذي لاقي نجاحا كبيرا في الموسمين الأول والثاني، حيث يتولى إخراجه بنفسه إضافة للإشراف العام على جميع برامج فضائية القاهرة والناس. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.